خلي نشوف رأي ضيفتنا اليوم معنا بالاستوديو. نورتينا. أنت النور، شكرا جزيلا. صباح الخير عليكم وعلى متابعيكم. نورتينا هند صفر. الله يخليك ويسلمك، شكرا حبيبتي. بداية حابة أسألك، شنو هو العنف الأسري وشنو أشكاله وشنو أنواعه؟ نشوف المرأة دا تتعنف بطريقة مو طبيعية. شوفي، العنف الأسري بأنواع. نعم. العنف بداية، أنا العنف شنو؟ نعم. العنف هو تصرف أو سلوك بإيحائي أو لفظي أو حركة جسدية. نعم. تؤدي إلى انتهاك حق حق المقابل. نعم. يعني العنف الأسري يعني نقدر نحصره في مسألة الضرب، مسألة الاعتداء الجسدي، لا، مجرد الإيحاء للمقابل أنه أنت غير مرغوب بك. إحنا حاليا يعني كلمة التنمر. نعم. هاي أيضا تدخل من ضمن العنف الأسري. أكيد. زين، التصرف، السلوك، الكلمة، كل هذه نقدر ندرجها في أنواع العنف الأسري. العنف الأسري اللي موجود واللي نقدر نبدي به، هذا ما يبدي مع يعني ولادة البنت، أصلا يبدي من هي جنين. يعني هذه مشكلة عندنا إحنا. هذا منين إجا؟ طبعا إحنا هسا واحد يقول إحنا العنف الأسري هذا أنتوا يعني شيء جديد. لا، مو جديد. لكن منين إجا؟ أكو يعني إحنا كنا نخضع وين؟ إلى منظومة كونية خلقها خالق، صحيح؟ أكيد. هاي المنظومة الكونية بيها أدوار. هسا إحنا عندنا مثلا خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مثلا الشمس والقمر. نعم. الشمس إلى دور، إلها دور، والقمر إلها دور. أكيد. صحيح؟ طبعا. لما إذا هسا من الصير مثلا يقولون الكوارث الكونية، من تشوفين يصير خسوف، يصير كسوف، كلها تخاف. يتغير حتى المد والجزر، من كله يصير عندنا هواية أمور. ليش؟ صار اختلال بالتنظيم. بالعنف الأسري داخل الأسرة أكو فد تنظيم يقول أني وياك هسا يعني كل الكون هو ذكر وأنثى، حتى الأسرة تتكون من ذكر وأنثى. صح. هذا تجنيس إلهي. يبقى انه انا لما اجي اريد اقول انا البنت ما معترف بها، مو من حقك. هذا مو من حقك طبعا. ولادة البنت احنا نجي جنين، شوفي حتى علميا انه الجنين انت تقدر تأثر عليه، وبحيث من يولد بمنظومة فكرية متكاملة. نعم. هسه احنا مو داخلين يقولون الموسيقى سمعها للطفل، أصلاً حتى القرآن السمع على الطفل. الأم يصير تكون عصبية لأن يأثر على الطفل. خلص هو تكون بروح. بالضبط. داخلها روح، فهذا شيء طبيعي يسمع ويعرف. بالضبط، هو هذا التكوين. والأدلة العلمية تثبت أنه الجنين في بطن أمه يحفظ في ذاكرته كل اللي يصير. زين، هذا علمياً. منو علمنا؟ صحيح؟ فإذا لما أني هي ولدت واخذت سونار وقالوا لها بنية قدرت تنقلب الدنيا، مو عد الكل. ليش هو انه بعض، بالضبط مثل ما ذكرتي، انه البعض يعني مو عد الكل، هم يشوفون انه البنية عيب، البنية ما يصير تجي للدنيا، البنية انا ما اريد بنية، شنو بنية؟ شوفي، انا لازم يجيني ولد. اي، هذا وين يجي؟ اليوم انت تمكنتي، واليوم انا ما لازم، انا مثلا انطوني فد منصب، انطوني فد مكانه، هاي أقبل إنه أنت تجيني تجادليني بعد بي أو تنافسيني عليه؟ هاي نزعة بشرية. منو نظم لنا إياها وقال هذا غلط؟ إجا يعني إحنا دائما نقول الدين هو شنو؟ هو شريعة رب العالمين ينزلها للمجتمع تنظم حياة البشر، بعيدا عن العبادات، ما ندخل بالعبادات، تنظيم حياة البشر. ده يقول المرأة والرجل، بنية وولد، كل واحد إلى دوره، إلى قدسيته، إلى مكانته. أنت يا مرأة مقدسة، أنت يا رجل تدير شؤونها، تدير. إجيت أنا سويت قلبت هاي المنظومة، ما تمسني شلون أنا يعني بالنسبة إلي هذا رح يهز كياني. بديت أتطور جزء جزء. ليش أقول لك أنا من الجنين والبداية والتربية الأصبح وين بعد؟ هسه مو بس أني صار ند، لا، أني جيت خليت إنه من نفس الجنس. هو هاي من أرد أحط تفرقة هسه حتى بالمنظومات العالمية كلها، من يريد يدخل فكرة شي يسوي؟ يفرق.
زين حتى شنو حتى فكرته تدخل. نفس الشيء سوى وين هسه دائما شو سمعين انت معلومه شو تقول لك؟ تقول لك والله المراه هي عدوه المراه. هو ليش المراه عدوه المراه؟ لان انا دخلت جهل، اكو فد منظومه جهل دخلتها. بالضبط اكيد. خلينا نرجع لموضوع العنف اللي هو اريد اعرف شلون ممكن نقدر نتغلب عليه، وهل فعلا ازداد العنف ضد المراه في جائحه كورونا؟ شوفي جائحه كورونا يعني هي ما لها دخل بال يعني بالدخل المباشر. نعم. بس وين صار؟ مو صارت الجائحه، صارت نسبه بطاله عاليه. صح. البطاله وين دفعت؟ دفعت بالكثير من الشباب والرجال، اما انه يعني حالته العصبيه طبعا رجاله ما عنده فلوس، شو تريد يسوي؟ هاي وحده. وما دا يطلع وما دا يشتغل. بالضبط. اثنين، النقطه الثانيه انه هذا الفراغ خلاه ينتبه على اشياء هو ما كان منتبه عليها، فيخلق من عندها مشاكل. النقطه الثالثه وين؟ التجاء البعض الى المخدرات، الى العفو شرب الخمور، القعده بالقهاوي، هذه القعده التخريبيه همينه تولد حشي. مو بس حشي، هاي تولد افكار. انا اليوم اريد اغسل دماغ احد يوميا، اعيد عليه نفس السالفه يومي. وهو اني اصلا يعني اكو ناس هي عندها نزعه لاذيه الاخرين، هو ما يسوي، هو ما يطبق هذا الموضوع، بس يجي يوميا يحكي يوميا يدفع بالمقابل انه ينفذه. زين ليش اكو بالبيوت مثلا يقول لك انه اني الرجال وهي المريه؟ اي صح، هو الرجال وهي المريه. انا كلمتي ماشيه، حكت ويا اي شيء اي شغله صغيرونه راح يصير مشاكل وراح يمد عليها. ابتعاد عن زين الموضوع. اوكي انت رجال وهاي مره، بس اكو لها حقوق. بالضبط. اكو لها كلمه بالبيت. صحيح. يعني تقدر تحكي، تقدر تقول، حتى مو بس على مرته، حتى على بنته. شوفي انت سكتين اخوتي اللي يحكي. ليش على امه، على اخته، هذول مو نساء؟ اللي يحكي مو ليش دا اقول لك الابتعاد. ليش انا اقول لك؟ انا اليوم الله حط لي منظومه، حط لي نظام، بس اكو بنات يتخوفن يحكون. طبعا هو اذا ما يقبلون اصلا يطلعون على الموضوع. احنا عندنا مثل، عندنا مثل يقول اللي ما يخاف من الله خاف من عنده. صحيح. صح. يعني الله ايش قايل؟ قايل هاي البنيه انتم المفروض تداروها احسن مدارات. طبعا. هاي بنيه كائن مقدس عندي. ليش؟ انت في كل شيء، يعني حتى انت سمن تصنعين ماكينه بها جزء رقيق وبها جزء خشن. طبعا. تشوفين هذا الخشن هو حمايه لهذا الجزء الرقيق مثلا. زين، الله سبحانه وتعالى ايضا خل اذا خالقهم اثنينهم نفس العصبيه ونفس الشيء، دا يقول هذا الكائن الرقيق، هذا الكائن اللين امام الكائن الخشن، هذا المفروض يساعد، هذا يتعشق واحد بالثاني، مو واحد يتسلط على الثاني. بالضبط. هاي نقطة. النقطة الثانية، أنا اليوم المفروض عندي جهل بين حقوقي وواجباتي، عندي جهل ليش الله خلقني، عندي جهل إنه أنا هذا المقابل هذا شلون لازم أتعامل وياه. هو أنا لو أعرف، أنا لو أعرف ما أتعامل هيجي. هاي النقطة وين دخلوني؟ ترجعين كل الأمورات إنه بجهل الحقوق والواجبات. وإلا وإلا لو تنظرين لكل العالم هسه هواي تشوفين، شوفي مثلا 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 يعني أنا مو مسألة أدخل بدين، بس كمثل المراجع هسه مو كلها تحكي بتعدد الزوجات، تجيبي لي مرجع هسه عنده نسوان اثنين، ولا واحد، ولا واحد. بالضبط. أكيد. اثنين، ولو أقطع كلام حضرتك بس حتى نكمل الفكرة، اثنين مسألة الضرب، الإهانة، اللفظ، اللفظ لا للبنت. هسه انت انا لما بنتي جتي للدنيا كرمتها وخليتها علمتها معززه مكرمه، معززه مكرمه، اخلاق، تربيه، دين، من كل شيء كامله مكمله، بعد ما اخاف عليها. طبعا. بعد ما اخاف عليها. لكن لما انا حاصرها، واصلا تدرين انت هسه حتى احنا عندنا بالبيوت غرفه، هي البنيه لها خصوصيه غرفه، تريد مثلا اكو بعض البنات تعرفهم، يعني اني من 2002 اني مختصه بعلاق بقضايا المراه، يعني مو اليوم والبارحه. فشفت العجب العجاب. زين، ومو بس هنا، في داخل العراق وفي خارج العراق. يعني اكيد اكيد. زين، فشنو غرفه تريد تبدل ملابسها ما تلقى. صح. احنا نتمنى بالعراق تصير حقوق للمراه العراقيه ونتخلص من العنف اللي ضد المراه يكون. فشكرا لك وشكرا لمعلوماتك ونورتينا. اكيد. شكرا. خلينا من